على بركة الله نتواصل مع الشوط الثالث وهو الثاني لأبكار الفطامين ضمن الأشواط الإضافية. فنتابع مسيرة الشوط وهذا العدد. أنا افتتح الإذاعة بالضبي حميد بن سعيد محمد الدرعي. المركز الثاني شقرة أحمد بن سالم بن علي الدرعي. المركز الثالث الشاهنية سالم محمد الدرعية. المركز الرابع هناك الشاهنية رايم سلطان بالسالومية الدرعية. هذا نيدانا مشاهدين الكرام على الخمس المراكز الأولى المتقدمة. نعود بكم إلى المقدمة. نعود إلى شقرة حمد بن سالم بن علي الدرعية. المركز الثاني الضبي حميد بن سعيد محمد الدرعي. المركز الثالث الشاهنية محمد بن سلطان بن بخايد. والمركز الرابع شاهنية رايم سلطان بالسالومية. والمركز الخامس شاهنية محمد وحمد بن حميد الدرعية. هذا نداءنا مشاهدينا الاعزاء على الخمس المراكز. تابع لي المركز السادس السابع تابع شعار حامد والصغير والراعق حين ما شاء الله شعار حميد بن راشد. الله 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 بدأ الهجوم القوي. هجوم الله 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 هجوم قوي ما شاء الله. ولكن الشاهينية ما شاء الله يا بن بخايد محمد بن سلطان بن بخايد الدرعي. الشاهينية تقرع بالشوط تقدم العرض تقدم الانفراد والابداع والحضور. سلام وداعا يا بقية المراكز الانفراد والعرض المميزة مع الشاهينية. سلام يا محمد سلطان بخايد الناموس سلطان بن بخايد وابناء الكرام على هذا الانجاز. والناموس موصول لناصر بن سلطان بن بخايد على هذا الانجاز الطيب الذي قدمته الشاهينية في هذا الشوط. المركز الثانية كان من نصيبها الشاهينية راهب سلطان بالسالومي. والمركز الثالث كانت هناك نصيب الحامد والصغير وراعق حير. التوقيت الزمني الذي راوغ الشاهينية البن بخايد دقيقتين 10 ثواني 79 جزء من الثانية. دقيقتين 10 ثواني 79 جزء من الثانية.